كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. قلت لك المشكل ديال طنجة كبير هو ملي عملوا هذا القرار ديال جوج ديال المستشفيات ديال بن قرير وديال بن سليمان، التجهيزات الطبيه كامله طلعوها لتما وعملوا مستشفيات 8 دينيين تما. ملي بداو الحالات كيطلعون هنا المستشفى محمد الخامس ومستشفى محمد السادس ما كيجبروش باش الدواء، ما كاينش التجهيزات، ما كاين لا انعاش لا اللي قابلك لا الاطباء، كلشي طلع عند مسلم. بقاو الحالات كيتزادوا وما تدركوش الموقف ديك الساعه، ردوها المواطن قال لك شد بحار وشد قهاوي. بالنسبه لهذا شد بحار بان كنقول بانه تصرف غبي. علاش؟ لان بحر الانسان لمشى البحر هو وليداته غيمشي، حنا نقولوا يمشي في العشرة الصباح وغيبقى في البحر هو ولاده، وغيجي في السبعه د العشيه مدقدق غيتعشى غيدوش غينعس، احسن من اللي يبقى يدور في المدينه ويادي هذا ويادي هذا. حتى الا كان مصاب راه غيبقى غير في البحر جالس. قهوه عاود نفس الشيء، كاين التباعد، كاين معقمات، عندنا مسائل كامله واجده. علاش تشوط قهوه في 8؟ اللهم الانسان يبقى في واحد بلاصه في البحر او لا في قهوه جالس وما كيادي حد، او نطلقوا حنا في المدينه نطلقوا يتسارى مع راسه ويدور، فهمتيني؟ كورنيش عاود كورنيش، نعملوا التباعد، نعملوا الناس اللي كي الارشادات نهاد الشيء هذا، ماشي شد ما عندهم مصلحه ديال حتى شي واحد، فهمتيني؟ لا شو ما كاين لا سياحه داخليه ولا السياحه الداخليه، خصك تعاون مواطن مدقدق باش غتعاونو باش يعمل هاد السياحه الداخليه، باش غيعمل واخا هو 6 شهور ما خدمش باش غيعمل السياحه الداخليه. الله يهديكم، السياحه الداخليه خصها واحد شويه التمويل من الدوله، يخرجوا للناس واحد المبلغ 200-2000 درهم ولا 3000 درهم باش تعمل هاد السياحه الداخليه. منا غيشجعوا الناس باش يخرجوا يتساروا وغيشجعوا الاوطيلات، وهذا الناس 6 شهور ما خدموش كتقول له السياحه الداخليه. ولكن اللي بغيت نركز عليه الله يرحم والدين هو البحر، راه الاطفال صغار نقسم بالله اللي غيمرضوا نفسيا اكثر من هاد كورونا. راه حشومه عليكم الصيف علينا تسالى، والعواول صغار مساكن ولا النساء ديالنا راه كيقيلوا مقهورين في الدار، فهمتيني؟ البحر ما عنده حتى شي علاقه يتشد بحر الشيء، العلاقه ما بين بحر وكورونا ما كايناش. ما عرفتش شكون هذا الوزير اللي ربط العلاقه، واش هو وزير الصحه ولا وزير الداخليه اللي ربط العلاقه ما بين البحر وما بين كورونا؟ ما كاينش شي علاقه، كاين التباعد. كاين البحر عندنا 50 كيلومتر ديال البحر، الناس اللي مشات للبحر وضيعت الوقت ديالها كامل نهار في البحر راه احسن ما تدخل للمدينه وتادي الناس وتمشي للقيصريه، تمشي للسوق د المصله، تمشي لبير الشيفه، تمشي لكاسابارطه، شكون اللي احسن؟ دابا الا فتحوا البحر غتقلى الكورونا والله تتقلل. علاش؟ الناس كامله غتمشي للبحر، اخر غيدي ولادو في السبعه العشيه وغيجي تن السبعه الصباح يجي تن السبعه د العشيه، بغى يجي مدقدق غيدوش غياكل غينعس، او لا قهاوي قهاوي. علاش غتشدوهم في 8؟ زعما كورونا كتفرق مور 8 د العشيه؟ خصو يكون واحد شويه ديال الوعد، وهاد المسؤولين زعما يتفكروا شويه. هاد المواطن هذا راه تقهر. ارتفاع ملحوظ نسبه الاصابات بمرض كوفيد 19، وهذا راجع بطبيعه الحال عدة اعتبارات وعدة عوامل، لعدل أبرز العوامل هذه هو بعض الإخوان الله يسامحهم اللي بدوا كيتهاونوا في المرض وكيتهاونوا في الإجراءات الاحترازية للوقاية من هذا المرض هذا. حنا كذلك مضرينا بزاف بهذه الفترة الأخيرة من خلال التداعيات ديال الحجر الصحي اللي كان عنده واقع صعيب على المواطن الطنجاوي بطبيعة الحال، واللي تأثر اقتصاديا واجتماعيا، وهذا الأمر هذا أثر بشكل كبير على الساكنة. ومن المفروض في الفتره هذه خصو يكون واحد اعاده تهيئ وتاهيل هذا المجال اللي هو نضر بزاف ديال المواطنين. لكننا كنلاحظوا انه الله اعلم هناك موجه اشرس قادمه، موجه ديال المرض قادمه غتكون الله يحفظ الواقع ديالها اصعب من السابق. والتخوف، كل تخوف ديال الساكنه المدينه هو العوده للحجر الصحي اكثر صرامه واكثر يعني خطرا، وهذا الامر هذا غيزيد يعني يوقع المواطن في واحد مجموعه المشاكل الاقتصاديه والاجتماعيه. ايوا اخي، دابا بالنسبه لهاد الحالات كاين بزاف ديال العوامل. طنجة اولا مخلطه، السيرفيس والو، حول شود ما عرفناش منين دابا هادشي كيجي. و الله يرزق الصبر، والله الا ما كنجبروا من هادي. انا اولا المخالطه والجهل، بنادم كيقول لك ما كاينش كورونا خصو يسلم عليك صحه، وبزاف ديال العوامل. طنجة عاود عمرت من فتحوها عاود شدوا، اللي مشى عيد كيجينا هنايا يقدر يجيب لنا المرض. و الله يرزق الصبر، تقدرنا ما نقولوا مع هاد كورونا. ما يحترموش اولية، والناس النص كبير كيقول لك ما كاينش حتى كورونا،
انا كنقول لك خص ما كيقول شي كيقول لك ما كاينش كورونا هادشي غير اللعب هادشي الجهل الجهل اول والنسبة كبيرة في طنجة لان طنجة اخي طنجة حتى هي كبرت ومخلطة طنجة جامعة المغرب كامل اما المشكل اللي واقع هو عدد ارتفاع الحالات هنا في طنجة السبب ديالو هو عدم الاحترام الناس ما بقوش محترمين الناس ما بقوش يعني كما كان في الثلاث شهور الاولى ما كانش ديك التعقيم ما بقاش ديك المسائل ديال الوقايه ما بقاش داك التباعد ما بقاش بزاف ديال المسائل بالعكس دابا ولينا تنشوفوا الاختلاط بزاف ولينا الناس ما بقاوش داينا في هذا المرض هذا ولاو تيحسبوه عادي يعني هذا هو المشكل اللي خلى هاد الحالات يتكاثروا في طنجه بزاف يعني تنطلبوا حنا من الناس تنطلبوا من جميع المواطنين وخاصه الناس ديال طنجه يزيدوا يحترموا المرض راه موجود والمرض راه كاين يعني ان مابقاش يتهاون ولا يستهان بالمرض المرض راه كاين مرض حقيقي المرض راه موجود المرض راه موجود 100% يعني الانسان خصنا نعملوا الواجب خصنا نحترموا خصنا نعملوا التباعد خصنا نعملوا الوقايه راه عندنا والدينا في الديور راه عندنا الابناء ديالنا راه عندنا بزاف ديال المسائل الله يخليكم تنعاود نقولها لكم حاولوا ما امكن تعقموا وتباعدوا مع بعضياتكم وحاولوا ما امكن يعني ديروا جميع التزامات الوقايه راه الكوفيد كاين وراه المرض باقي وتنتمنى من الناس ديال طنجه يزيدوا يحترموا ويزيدوا يحترموا باش ان شاء الله بحول الله نحاولوا نرجعوا كما كنا في الاول خصو من هذا النظام ديالها النظام ما كايناش هذا الحرس الصحي ما كاينش هذا النظام خصو شويه ديال النظام والنظام ما كاينش سواء داخلي او خارجي في الخدمه او في الزنقه النظام ما عندناش هذا حاجه صح وهذا امر الله ما عندنا ما نعملو ولكن لا شويه ديال العلاج المفاهمه شويه ديال العقليه فهمتيني ولينا كيعوض المسائل علاش الخدامه تزيد عليهم من الخدمه ديالهم تابع فكره الماء الضوء والمصرف الوالدين ديالو ضعافه ولكن الشيء هذا ماشي معقول اللي كيعملوا هذه الشركات وهذا ماشي معقول الخدمه الحاجه الصحي كثير على طنجه ولكن خصها المحاولات ديالها خصها المعلومات ديالها الشروط ديالها فهمتيني الشركات خصها الشروط ديالها وتلتزم ويكون عندها مثلا 100 خدام تعمل 50 50 50 فهمتين كتفرق لهم ديك 100 خدام كتفرق لهم في السيمانه او لا في الشهر دابا لا شهر لا نهار كاين الناس اللي عندهم قدامين كيخافوا منهم من الحسابات ولكن اللي عنده عام واللي عنده 8 شهور و 6 شهور كيجروا عليهم ودابا ما يمكنش هذا الشيء هذا علاش كيعملوا هذا المعامله هذه مع المواطن الشركه علاش كيعمل مع الشعب مع الخدامه على هذه الحاله اللي كنعيشوا جديده في المدينه ديالنا طنجه تاريخيا عمرها كانت عمرها وصلت لهاد الحاله اللي وصلت لها في هذا العام هذا لدرجه ان الاقتصاد ديالها تاثر بزاف وهذا طبعا راجع لسبب ديال الحاله الوبائيه اللي كيعيشها العالم وكيعيشها المغرب بالخصوص ولكن كنشوف التعامل ديال بعض السلطات ماشي بعض السلطات جميعا ما عرفوش كيف يتعاملوا مع الحاله ديال طنجه بالخصوص قرارات الاخرى اللي عاد نزلت ان بزاف ديال المدن فيها ارتفاع ديال الحالات ولكن ما كيمساش التغيير ديال في قرارات كيعيشوا حياتهم الطبيعيه حنا طنجه مدينه كبيره وسياحيه وكتمثل اقتصاد كبير في المغرب وكنشوفوا القرارات ديالها القرارات اللي كتطبق فيها كامله كتمشي ضد المصلحه ديال طنجه وديال الاقتصاد الوطني حنا كناس عاديين كنستفسروا كنبغيو نفهموا هاد المسؤوليه واش كيفكروا في هاد الناس اللي كيعيشوا باليومي يعني المدخول ديالهم يومي واش كيفكروا في ناس اللي اصلا ما خداماش في حال القطاع السياحي وحنايا اصلا حنايا مرتبطين بالقطاع السياحي حنا كعامل ديالنا مرتبطين بالقطاع السياحي شحال من بازار شحال من اجونس سياحي شحال ما فهمناش بغينا هاد الناس يعطيونا شي تفسير لهاد الحاله هاد تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.